خصوصية ديال السي الزاكي. السي الزاكي هو العايل ديال الرواية ديال الكرة المغربية، كره من كره وأحب وأحب من من أحب. أحب. سعيد برافو برافو. سعيد. نكملوا. خلوق في سيدي قاسم، ولكن تربيتي في سلا، تربيت في بوقنادل. بوقنادل بوقنادل قريب لسلا. قريب لسلا، بين سلا وقنيطرة. بزاف الناس كيتغربوا لان كيستعجبوا، كيقولوا اللكنه ديالك حريزي. لا مي لا كتزدوي. لا انا ملي دخلت لكازا وعشت مع واحد لا فامي ديال الضعيف سباته، هما دكاله. اوكي، وبحال تاثرت بالهضره ديالهم، داك الضحك تاعهم، اللهجه تاعي كتشبه شي واحد دكالي. خصوصا جيتي من سلا، نرجع انا لسلا ولا بوقنادل. الوالده ديالك تخلعت عليك واحد الوقت حيت وليتي كتموت على الكره، وقالت هذا ما غاديش يقرا، تخلعت عليك. وجا واحد النهار سي عارف والسي الخلفي المدرب والتريزوري ديال فرقه الوداد انا ذاك، يقلبوا على الفتيان، على الفتيان، واختاروك. بون ديك الساعه كنتي كتلعب الكره في بوقنادل. كان انا كنقرا في ديك الساعه، كنت سان كماني وكانت الواك كتقلب على حديث. واحد الصحفي السي عبد الحميد القاسمي هو اللي قال لسعد الرزاق مخور الله يرحمه، قال له راه كاين واحد الحديث في سلا. سعد الرزاق الله يرحمه قال له وجيبوا لنا، قال له لا كيفاش غادي نجيبوا لكم، هذا خاصك تدبوا مع امه وشوف واش يجي ولا ما يجيش، لان الدري صغير ويتيم ما عندوش باه وصعيب باش يخرج. شحال كان عندك ديك الساعات من عام؟ كان شي 15 16 باقي صغير. فعلا صيفط امر سعد الرزاق اللي كان رئيس ديال الواك، امر باش يمشيو يجيبوني. ملي جاني هذاك الصحفي قال لي الزاكي عندك تخرج تلعب هذا الماتش ديال الزنقه، راه جايه الوداد، المهم ما تقتش بيه. مع الربع حتى كنشوف ايرسيز كحالها وقفات قدام الدار، شكون فيها؟ فيها المرحوم الخلفي ومرحوم عارف، ومعهم مرحوم مكوار. لا معهم هذا الصحفي عبد الحميد القاسمي. طلعوا للدار كيدو مع الوالده وداكشي، ولا قلت لهم ما يمكنش يمشي لان الدري مازال صغير، باقي كيقرا. غادي نسوتو لكازا، كازا بحر. هنا مسكينه وقفت انا مسؤوليه، واش خليك ولا ما تخليك؟ قال لي دابا عطيه لنا واحد اليومين نشوفوه نجربوه، الا عجبنا عاد نرجعوا ندويو معاك عليه. دابا غير عطينا واحد اليوم، احنا نتكلفوا شانتيو. فعلا مشيت ترينيت مع البيداد ديك الساعه اللي شنو جبتيهم بعربيه حرضان شي شاس، حيت اسماء كبيره واسماء اللي كنت انا كنمشي لتل الفتح نقز من الصور او باش تشوفهم، باش نشوفهم. كالقراسي بين عاشي وضحى. فرحان الاحساس ديالك في ديك، فرحان من جهه، والخلعه قالت لي من جهه اخرى، لان غادي لواحد ماشي غادي مع الناس اللي مفتقده تاعي على ما اخر. ولكن حققتي شي حلم يمكن ما كانش في البال ديك الساعه، ما كنقدرش نحقق الحلم ديك الساعه، كنقلب غير واش غنعجبهم ولا ما غنعجبهمش، واش اش غادي نشوفوا. وبديتي التدريب، مشيت ندوس واحد 3 ايام تما معاهم، شافوني لعبت، مشينا لطنجة اول مره غادي نركب في الطياره. من دار البيضاء لطنجة، من دار البيضاء لطنجة لعبت ماتش ميكال في طنجة، لعب الهزاز، كان ديك الساعه الهزاز غادي يجي لكازا، لعب الميطر الاولى ولعبت انا الميطر الثانيه. تمرك عليك بيت، تمرك عليا بيت، تمرك على الهزاز بيت، الهزاز بيت. كملنا جوج لجوج. ملي نزلنا في كازا هزني المرحوم عارف والخلفي تاع عند الوالده، قال لي هذا الولد نسايح ما بقاش ديالك، ما بقاش تاعك. قالت له ما يمكنش هذا، قال له قال لا غادي نديوه. المهم قنعوا الوالده، الوالده قالت لهم في حاله واحده غادي يمشي يبقى عند خالو. وفعلا تما بدات المسيره تاعي مع الوالد. عرفنا الارتباط الوالده ديالك بك، واحد ارتباط يعني كيفاش نسميوه، خارق للعاده، وطيد جدا وروحاني، والدليل اللي حد الان باقي عندكم هذا الارتباط وهذا الربط اللي بغيتي تسميه. مسكينه كانت امام امتحان صعيب عليها ان تسامح الزاكي الممود عينيها يمشي للدار البيضاء وعنده 17 عام، 15 خلاتك وقررت من بعد تلتحق بك. دوزت عام مع برسك عام مع خالي، من بعد سكنت بوحدي في سباته. كان عندي واحد الصديق تاعي حسن ضعيف، كنقول في لابري باخت، كنكون عليها خديتي هاد اللكنه قلتي في الدار ديالهم. والعام الثاني وليده ما قدرتش تخليني بوحدي هنايا، ديك الساعه قالت لي والو غادي نجي نسكن هنا في كازا. كلهم يعني غيرتي مسار عائله ملي مشيتي للوداد. كلشي جا لكازا. الزاكي
اول مره شديتي كره ديال بصح شنو درتي بها؟ كره ديال بصح كنتي كتريني بكره ديال البلاستيك كره ديال اول مره خديتي كره ديال بصح؟ جاتني كره من عند واحد السيد من لافامي من برا من ليطالي اللي جات عندي اول مره شقطتها في يدي واول ليله نعس بها نعست معايا. زكي 1979 كان اللقاء ديالك مع الزوجه ديالك 79 ياه كاينه ولا قالت لي بابا هاك 1983 عاد تم الزواج. سمات راسها زكيه ولا شكون اللي سماها؟ الناس سمات راسها زكيه ملي سلمت. سمات راسها هي زكيه. زكيه والزكي ولكن ديما كنحافظ على الاسم تاعها ما كنعيطولهاش بزكيه اللي هو عيني عيني هي من فنلندا ياك؟ فنلندا. وكيفاش تلاقيتي بها؟ كيفاش تلاقينا؟ شنو هي الظروف والملابسات باللقاء الاول؟ تلاقينا في نيس، كنا في رحله في نيس وتلاقينا في نيس. تعرفنا شنو كانت شي العاب سماياك؟ لا لا كنت فواياج. داكو تلاقينا في نيس. عرفاتك انت هو البطل؟ ما كتعرفش كاع كرة القدم كاع نهائيا. لأن فنلندا معروفة بالسكي ومعروفة بالايس هوكي. ايوا الحب من أول نظرة. ضحكتي بغيتي تعرفي هذاك الزعفران شي عول ولا اعجاب وتعارف وعاد تطورت العلاقه؟ المهم تقول لك سمحنا حنا كنقولوا في الموضوع هذا الواحد باش نعرفوا. تقول لك الزواج قسمه ونصيب. سي اللي كاين شكون اللي قال وحده من النورث ديال اوروبا تزوج بواحد في النور ديال ديال لافريك. واحد هنا في المغرب لا بلي بار ديال لي ماروكان او ديال لي زافريكان كيجيو شي وحده باش يحرق الضغط هي اللي حارقه. 1986 فال الخير 86 عليك وعلى المغاربه كاملين، ولكن انت كان عندك فال الخيرين حيت تالقتي وتالقتي مع الفرقه المنتخب الوطني في مكسيكو. المهم انا كنعقل كنت في الشاون وكنصلي ويا ربي كنصلي وكنتفرج على التلفازه وعيطوا لك تزادت لك اول بنيته ديالك سماها المرحوم الحسن الثاني تزادت لك حسنه. كيفاش كان البنت الاولى اللي تزادت الاولى في 85 وماتت. ما شاء الله ماتت. ديك الساعه انا كنلعب اللاعب مع انا مع المنتخب في مصر. درنا 0-0 في مصر وربحنا بجوج ديال الاصابات اللي صفرنا في الدار البيضاء. عاد حسن من موراها دونك ديك الساعه في المكسيك تزادت مع الباركور الحمد لله اللي كنا دايرين. وكان سيدنا الله يرحمه كان كيتصل بنا ديما وعرف بان تزادت عندي بنت وعطاني حتى ديال السميات حسنة فاطمة الزهراء وفاتحة. قال لي عزل واحدة فيهم وقول لي كيفاش غادي نقول لها واش انا غادي نتنازل ونعيط لها كي غنقول لها؟ ديك الساعة قلت له حسنة. ديك الساعة قلت له بغيت حسنة لأن زوج الأسماء راه عندنا في العائلة. صافي تلقات حسنة. غادي نوريك واحد الشهادة لواحد السيد ما نقول لكش شكون. بكل صدق فزكي مع المنتخب الوطني المغربي فعطى شيء كثير لانه ما سهلش باش توصل للنهايه ديال كاس افريقيا وما سهلش انه تقصى متاهش كاس العالم يعني بالتعادل كيف كنقولوا. يعني المشوار ديالو كناخب وطني كان جيد جدا. عروة كان النجاح ديالو كان كذلك مرهون بالعناصر اللي كانت مع أنذاك. فطبعا الحال أنا ما لعبش مع بدو الزكي لأنه كنت تسبق لي تكلمت معاه كنظن في موسم 2003-2004 في الأخر ديالو. ويلا كان شد ليكيب ناسيونال وسول على الصحة ديالي قلت له بدينا راني درت عملية جراحية وراه كنظن غادي نحبس لا كارير ديالي في مجال كرة في كرة القدم. بالفعل ما لعبتش معاه ولكن لعبت ضده في موسم 91-92 كان بدو الزكي رجع الفتح الرباطي ولعبت ضده في الرباط وفزنا الرجاء فزنا بواحد زيرو كان هو اللي حابس. عندنا قاسم مشترك كذلك بين انا وسي بدو الزكي وانه القاسم المشترك بيناتنا هو الهوايه ديال الصيد. فهو كيدير الغطس وانا كندير الصيد التقليدي. ف
فمني كانت تلاقاو أغلبية الهضرة ديالنا كتكون غير على الصيد، شحال صيدتي الحوت اللي صيدتي، قداش كبيرة صغيرة، لقيتها ما تكونش الصيادة كدابة دول الفشير كيصيد الحوت فيها كيلو يقولك صيدت فيها 5 كيلو. شنو رأيك في هذه الشهادة؟ وأتنظن صلاح الدين باصير اللي لاعب كبير ولاعب اللي اعتنق القدم الوطنيه حتى هو كيشكرك بزاف، وكان نموذج لا في اللعب تاعو ولا في الاخلاق تاعو ولا كذلك في السلوكات ديالو. تنظن لك تجي شهاده من اسم بحال الباصير ما يكون الانسان غير كيعتز بها. هو ما كتبلوش كيف ما قال يلعب معك في الفرق، لا غير واحد القضيه قال عقل على واحد الحاجه ربحنا بواحد هي ونسى ملي كنا مدرب كان هو لاعب كأس العرش، يخسر يدير كأس العرش، لعبنا في كازا وربحنا الفتح، ربحت رجاء 5-1. كان مصير لاعب كان مصير وكان طالع. سي زكي غادي نطلب منك ندوزو الطبلة. لا قبل الطبلة، لا 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 قبل ما ندوزو الطبلة غادي ندوزو الكوزينة. يلا يلا بسم الله. أنا نصوبو الطبلة تفضل سي زكي. حوتك هادي هيا حطينا داك الشيء اللي يمكن هما العناصر اللي محتاجين، ولكن ما زعمناش. وين كيف تتصوروا في الفران؟ بغينا غير نسموها زعما ماشي الخضره ماشي الطاجين، بغينا نسموها بشي طريقه ديال اللي كتزيد. الا كانت فيت في انا كنشوف هاد الحوت هادي هاد الصوم هذا تبارك الله يدي البابي الومنيوم ودار له زيت العود والحامض القزبر معدنوس والثومه مدقوقه ورقة ديال سيدي موسى. وكيفاش كتعمل؟ واش هكا كدهن به ولا كتعمرو؟ كتشدي بابير الومنيوم هاك تحت منا كتصاوبي هادشي كامل، كتصاوبي في واحد السوبيره زيت العود في التخليطه وعاد كتلوحي فوق النوبستو. اوكي. عمرك صيدتي صومو؟ صومو صيدتو في لافيرلوندي في اللاك ساهل. ساهل كتعمل كيتوجد دغيا دغيا كيطلع. اكبر حوت صيدتي شحال فيها من كيلو؟ نقول الصح ممكن لا لا ماشي الهضره ديال الصياده ديال الصح ديال الصح 25 كيلو. تبارك الله. كونغ الفرخ السنور في عندنا بزاف ديال السنور. الغرنك الغرنك في الشمال. غنمشيو دابا نتعشاو. يلا عندي معنا هادي يا ندير شلاطه. تفضل سي زكي نمشيو للطبله. مو بغيتي تعمل والو؟ ها اخترا ان شاء الله. السيزكي شكرا. تفضل. مرحبا بك. شكرا. كيعجبوك الطواجن المغربيه؟ كيعجبني الطواجن المغربيه. نورا صوبت لك واحد الشهيوه من داك الشرق فيها. باقي نجيب طاجين نبنيت ونديرو طاجين وشليدات او ميم طا. ولكن كنهنى رفيقه على هاد الطاوله الرائعه. كيف جاتك الطابله ديالك؟ لا من داكش انا غير عاونت نورا. ولكن نورا طبخه ماهره. تفضل. شبر من عندي رفيقه ولا لا يحشمنا صافي نورا حيدنا المسؤوليه علينا. وعلاش هاد السفرج زعما الا بغينا نزيدو؟ انا ما عرفتش. انا هذه هي الاكله المفضله ديالي هي التخليطه ديال الحلاوه مع الملوحيه. ما عرفتش واش كتبغي هاد القضيه. لا ما عندي مشكل. ما عندك مشكل. انا قلت الحاجه اللي كتعجبني غنوجدها لك اليوم وطاحت عليا هاد الفكره هذه. سي زكي انا وحده من الناس اللي حببتيهم في كره القدم. تبعناك طبيعة الحال في 86 مشوار ديالك المغاربة كلهم كيعرفوه. غنذكرك فقط ببعض المراحل اللي برزات في حياتك بزاف. المنتخب المغربي قبل منه فريق الوداد البيضاوي، من بعد مايوركا حزتي على بزاف الألقاب، أحسن حارس مرمى مغربي وأحسن لاعب مغربي والكرة الذهبية الإفريقية، أحسن لاعب عربي، احسن مدرب عربي، وبزاف الالقاب اللي ما محتاجوش بزاف ديال الاحسانات. شنو هو اللقب اللي كنتي كتمنى تاخذه وما خديتيهش؟ اللي كنت كنتمنى هو كوب افريقيا اللي كانت في تونس على المنتخب كمدرب،
اللي كان في الاول كان حلم او كان حاجه مستحيله، ولكن وصلنا لا فينال، وكان الجمهور المغربي كان كيخرج كان كيحتفل وكان كان فخور بالفريق بالمنتخب ديالو، وكنت بغيت زعما رغم المهمه صعيبه وانها ماشي مستحيله، لان اللاعبين في تونس امام تونس في امام الجمهور ديالها في الارض ديالها صعيب باش يمكن لك تجيب الكاس، ولكن كانت عندي رغبه باش نجيب ان شاء الله الكاس ونعدي وندير المغاربه. ولكن احنا ما بقاش فينا الحل، لان بصح كنا كنتفرجوا في فريق متعنا وتفرجنا في كره القدم، وكان هذا اهم بالنسبه لنا. من بعد دزتي لتجربه اخرى من بعد دزتي لتجربه اخرى اللي هي التدريب، ودربتي فرق كثيره منها الوداد، الجيش، الكوكب، الشباب المحمدي، باردون ماشي الجيش، الكوكب، شباب محمديه، المغرب الفاسي. المغرب الفاسي، كيفاش هاد التجربه ديال كيدوز واحد اللاعب كيكون لاعب ومن بعد كيدوز كيولي مدرب؟ واش كاين شي مدرسة ديال التكوين أو لا فقط أن لاعب يكون بالموهبة ديال الزكي تقدر تخولي أنه يولي مدرب؟ يعني أي واحد يقدر يولي مدرب إذا كان لاعب مزيان؟ لا، في عالم التدريب أول حاجة كيخص تكون فايت لعبتي، من بعد ما كتكمل الكارير ديالك لابد من التكوين. ما يمكن لكش تكون مدرب ما تكونش مكون، هذه أمبوسيبل. اللي كمل الكارير ديالو كلاعب ودخل التدريب غيتخلطوا عليه الاوراق. انا بزاف ديال المعطيات تيتعلم، عنده تجربه ديال كلاعب وكال الاطور اللي كان داز على يديها كمدربين كبار وسمو عاشرهم، ولكن في التكوين كتبين لك بزاف ديال الحوايج، كيفاش تصور البرنامج تاعك، كيفاش تتعامل مع اللعابه، كيفاش تتعامل مع لي ديريجو، مع لي ميديا، مع المحيط، مع النتائج اللي هي سلبيه، مع النتائج اللي هي ايجابيه. دابا بحال اسمح لي نقطعك، شنو هو التكوين اللي درتي باش وليتي دزتي المرحله ديال التدريب؟ انا كونت راسي بكل صراحه على اعلى مستوى، وخسرت على راسي فلوس. كونت راسي في التكوين تاعي من 95 في انجلترا، وكملت التكوين تاعي في 2000، يعني 50 وانا كنكون في راسي كنقول من هذا المنبر حتى شي واحد ما خسر عليه شي فرانك، لا الجامعه ولا الاولمبيه ولا كونتاسي بيدي. هذه المؤسسه اللي كتقوموا فيها واش هي مؤسسه مدرسه؟ نتخيلوها احنا مدرسه ديال الكره كيكون فيها بزاف ديال التلاميذ، او لا شفتي شي مدرب اللي خدم معك دروس بالضبط ليك انت؟ لا، هذه كتكون مدرسه في انجلترا باش يمكن لك تقيد فيها وتدخل لها، سمو تكون عندك مواصفات او لو سي في تاعك كجوار، واش بروفيسيونيل، واش لعبتي في ليكيب ناسيونال، شنو هو البروفيل تاعك. ملي كتصيفط لهم ديك الساعه ما عاد كيجاوبوا لك، كيقول لك ايه او لا. وكتعلم مع لعاب اخرين، مع ناس اخرين، مع ناس اخرين بطبيعه الحال، مع ناس اخرين، مؤسسه اكاديميه، مع ناس اخرين. ديك الساعه دوس انا كيسمها البريليم في 95، في 98 دوزت الفول باس دو اف اي ادفانسد كوتشين لايسنس ويفا ا، درت التكوين تاع في 98، وفي 2000 عاد دوزت الامتحان ديالو. طبعا زعما هاك الدبلوم دابا كاين شحال من واحد دوز، بقيت لي دوز انا، دوزوا 20 واحد اللي دوزوا نجح واحد هو عبدو ربي. تبارك الله. وانا كنقلب شويه على حياتك لقيت بزاف كياخذوا عليك، ماشي كياخذوا عليك، كيقولوا الزكي نجح بزاف كمدرب ديال المنتخب الوطني، ولكن ما نجحش بنفس المستوى مع الفرق. وتقول لك واحد المثال، اعطيني راس مزيان ندير لك حسنه مزيانه، اعطيني راس قراع كادي نبدا من غادي نبدا كله مبرقع. لا تسمحوا لي غادي غير نوريك زكي واحد الروبورتاج ونرجعوا نكملوا معك ميكرو خطواريه، واحد ميكرو خطواريه. الزكي هو الحارس الكبير اللي مر في المنتخب الوطني في جيل الذهبي ديال 86. هذا ما تفرج فيا شي مدرب داز المنتخب الوطني بحال هذا الزكي، هو احسن كمدرب في الفريق الوطني حقيقه، عطى الكثير، رجل قدوه، وهو في الحقيقه كان يسير المسيره ديال الوداد في الحقيقه. زكي ما نلقاوش بحاله، يعني كنفضلوك كلاعب، ولكن كتعرف التدريب واخا يكون انسان لاعب كبير يمكن له يفشل في التدريب، ما نقولش بان فشل بصفه نهائيه، ولكن باقي عنده الوقت باش يستدرك مع التكوين، مع يمكن يستدرك عاوتاني
هاد المهنه ديال المدرب؟ ما كيبانش لي انه يبقى كمدرب في النظريه ديالي انا، بعد ما كيعجبنيش الزكي كمدرب. الزكي كحارس كان حارس كبير، كمدرب شويه ناقص، هو على الانضباط اما من ناحيه التكتيك راه ما عندوش. لو بغيتي تشد شي لعابه يردهم منضبطين 100% هو عنده مع الانضباط، اما الخطط والتكتيك وداك الشيء والوقت ديال الشونجمون داك الشيء ما تيعرفش، ناقص شويه. في 2002-2003 كانت الرجاء في قمه ديال المستوى ديالها، لان كانت وصلت فينال شامبيونز لي كونتر الزمالك، وكانت الرجاء عندها شي 5 ولا 6 لاعبين كانوا يقدروا يلعبوا في المنتخب. من ضمنهم ابو شروان، كانوا خاصينو جوج ماتشات، كنتي كتعيط له ليكيب ناسيونال ما كيدخلو ميم با رومبلاسون باش تحسب عليه ان ماتش جوي مع ليكيب ناسيونال وكتخليه في التريبون، خاصينو دو ماتش باش يمشي يلعب في سوتان. ملي كنت صغيره بوغ مو سي سكي ريبريزونت حارس المرمى، دونك في الشوفه في السمع غير كنسمعوا الذاكره الماتش غيكون زوين، سيتي سا ملي كنا صغار، اي دونك سي ريستي والحمد لله بقات الذكرى ديالو كما كانت. كنعرفو ملي كنت صغيره باسكو با كيموت عليه، كيهضر لينا عليه بزاف وكنشوفوه في التلفزيون. توحشنا إذا كيف ما شفتي معنا سي زكي، ما كيناش ذرة شك بأن المغاربة ولا معظم المغاربة كيحماقوا عليك وتوحشوك بزاف، واللي كنقولوا بأن احنا غادي نصادفوا سي زكي عافاكم الا ما تقولوا لواحد الهضره هذه، زعما الناس كاملين كيقولوا لنا نقولوها لك، علاش الزكي ما بقاش مدرب المنتخب الوطني في الوقت اللي حتى شي مدرب مغربي ما وصل بالمنتخب الوطني لديك الصوره المشرقه اللي فرحتنا كاملين، وصل بينا هضرتي قبلتي على تونس واخا خفقنا في النهايه ولكن وصل المراتب اللي كان يعني تقريبا الفريق فيها الوطني في ديك الساعه بهت، علاش؟ لا بالنسبه لي انا كنعرفوا المغرب، انا خديت الفريق في 2002، كان ديك الساعه امبرتو كويليو من مورا استدعوني انا كمساعد ديال امبرتو كويليو ديك الساعه. امبرتو كويليو دوز معاه 15 يوم مشى بحالته، وبقيت انا كمساعد موقت في انتظار يجي الخلف سمو يجي شي مدرب. وكانت عندنا وكنا غادي نبداو الاقصائيات ديال كاس الافريقي ديال 2004. فعلا الجامعه تعطلات او ما استطاعش باش تجيب مدرب، كنلقى راسي انا هو المسؤول الاول على المنتخب موقتا. وكلشي تيقول لها الزكي صغير، لا الزكي ما عندوش تجربه، الزكي لا خاص يجيبوا مدرب البلي فيت بوسيبل. فعلا بديت في مباراه حبيه امام مع ليكسمبور، انتصرنا بجوج الاصابات 0، ومن بعد واحد 20 جور عندنا مباراه مهمه ديال الاقصائيات مع الكابون، مشينا انتصرنا في الكابون، انتصرنا في الاوت اللي شافوا فرقه اخرى في الانضباط تاعها في اللعب ديالها. انا الراي العام تقسم، غادي ما خصكش تبقى تقول شكون بين لا خليك الراي العام. هنا انا كنقول الراي العام كندوي على الليميديا اللي كتوجه لك عندها واحد التاثير. نقدر نقول ربحت واحد 50% كتقول لا خص هادشي اللي شفناه مع الزكي غير مباراه ليكسمبور ديال الكابون، ما كناش كنشوفوا مع المدربين اللي عندهم اسماء، كنا كنشوفوا الفوضى، كنا كنشوفوا هذه دابا في ظرف وجيز الفرقه كتبدل. جات مباراه مع كانزو اخرى مع لاغيني اكواتوريا ربحناها ب5، وجات مباراه اخرى حبيه مع النيجيريا ربحناها ب6. هذيك الساعه انا ما يمكنليش غادي نبقى نخدم بحال غوتاغوت. الا بغيت غير نخرج نشوف اللعب على برا وندير دوموند لورد ميسون باش نسافر، قول لي انت مالك المدرب غادي يجي. دونك ملي لعبنا مع لاغيني اكواتوريال طلبت اودينس مع الجنرال. فعلا الجنرال ملي اسمه ملي ريحت معاه تفهم الامور، قال لي الزكي هاد العشيه غتسمع خبر. ما عرفتش كان كسا عنده اجتماع، ملي خرج كينوميني انا مدرب. اوكي تبدلت الكونترا تاعي من مساعد الى مدرب. يعني ديك الساعه كنخدم باش نصاوب فريق نوجد فريق للمستقبل، وميم طون فريق يتاهل لتونس. على العلم بان في ديك الساعه كدوز فرقه واحده، ماشي في 4 كيدوزوا جوج،
وكان كلشي كنمرشح الكابون. ملي انا كنت خدام ما كانش ديك وسائل الاعلام كت ما كنقولش كلها بكل صراحه كاين واحد 60% فيها كانت ضد التيار وضد العمل اللي كان كيدار. يعني ملي كنشوفوا الان كيجيو مدربين اجانب باقي ما شنا والو كتعطاهم واحد الشهره كتعطاهم واحد القيمه للعمل تاعهم كتعطاهم شي حوايج حتى من تاهيل كاس افريقيا ولينا كنخرجوا عليه للزنقه في الوقت التعيين ما كنتش كنسمع فيه حتى في ليستاسيون. يمكن زكي كينطبق عليك المثل ديال المطرب والحي لا لا شي يمكن المطرب الحي راه المغربي ما غنعطيوهاش لا المطرب الحي راه طرب ماشي ما زعما ما واخا هكا كيبقى زعما ما المهم درنا ديك الساعه العمل بدا كيبان الى قبضنا في السد ديال المباريات اللي كان ديال التاهيل لكاس افريقيا ديال 2004 في 18 نقطه جبنا 16 ربحنا 5 ديال المباريات تعادلنا وحده بصفر لصفر ماركينا 10 ديال الاصابات ما دخل علينا والو. هذا هو البيلون كيفاش تاهلنا لكاس افريقيا. ملي كتلقى من بعد من مورايا انا اش كتلقى؟ كتلقى المغرب كيتاهل حتى الاخر وما كيتاهلش كاع. ايوا علاش انا سولتك علاش مشيتي يعني اللي كان متبع معايا العمل تاعك كيف كان غادي يعرف من ذاته بان المنتخب المغربي في تونس راه يقول الكلمه تاعو. الحمد لله وصلنا حتى الله فينال المغاربه خرجنا الزنقه فرحوا بالمنتخب تاعهم سيدنا الله ينصرو استقبلنا وسم الجميع. كتجي الاقصائيه ديال كاس العالم الا كتشوفي الاقصائيه ديال كاس العالم اللي كانت مهمه والمنتخب المغربي عنده جوج واجهات تاهيل كاس افريقيا اللي كانت تكون في مصر في 86 وكذلك كاس العالم اللي كانت تكون في المانيا في ماشي في 86 في 2006 في مصر و2006 في المانيا. الحمد لله المشوار مشى من داكشي رغم الحكام اللي ضيعونا في مباراه ديال غينيا في مباراه ديال مالاوي في مالاوي المباراه اللي كانت اللي عطاتنا ماشي عدم السبق هي الكينيا في كينيا لان المنتخب التونسي لعب في كينيا بدون جمهور وفي ارضيه صالحه للعب زعما البولوز ديال الملعب كان مزيان وحنا لعبنا في ارضيه خايبه نسمو عليه والجمهور معنا دخل تير حنا تعادلنا ب 0-0 والمنتخب التونسي ربح تم. عاد كذلك حنا غادي نسافروا للمباراه الاخر ديال تونس ووسائل الاعلام مازال شاد المشكل ديال النفط مازال كتقول احنا غنمشيو نخسروا في تونس ومازال كتبين الراي العام بان المنتخب المغربي راه قوي بهذا الشيء ولكن كيخصو مدرب كبير. من طبيعه الحال انا مشيت لتونس عندي جوج الحوايج يا اما نتكاليف في تونس لا كوب دي موند او كيخصني نرجع لحد استقالتي ونخلي هاد الناس اللي كيروجوا هاد الهضره واللي كيدوب بحالك. يمكن انا غلط يمكن هاد الناس يبينوا الصح للمغاربه ويجيبوا مدرب اللي يمكنوا بهاد اللعبه يمشوا بهم. يعني كان الضغط عليك بزاف كان ماشي الضغط كان ظلم بقول صراحه. ولكن في رايك شكون باقا ما عرفتش انا ما عرفتش لان كاين هناك لوبي ممكن كنقولوا لوبي ما كيتعرفش ماشي السبب هو الخلاف ديالك مع النيبات. لا سيبا نو لا داك غير هذه هي علاش انا نطرح واحد السؤال علاش افون ملي كان عبد الربي خدام كان هاد لازيزاني وديما كنتو كتقزمو في الخدمه علاش ملي مشيت والفريق مشى كمرشح باش يدي كاس افريقيا في مصر ما داش للدور الثاني. نزيدك حاجه اخرى علاش ملي ولات المغرب تقريبا 3 سنين ما ربحت مباراه ما تاهلش كاس افريقيا ما تاهلش كاس العالم هاد الصحافه كانت كدوي واللي كانت عندها غيره على المغرب وعلى الوطن بغات تشوف ملي كنت انا علاش ما بقاش عندها هاد الغيره هادي المتهم الرئيسي اللي بان هو الصحافه لانه ولات عندها سلطه اوليه. الصحافه ما يمكنش تكون بوحدها حنا ما عندناش صحافه محترفه
وما عندنا ما كنقولش كلشي حتى انا ما كنعممش اطونسيون عرفت بيان سور طبعا وحتى من اللي كان هضر والناس اللي متبعين الكره راك عارفوا الميساج تاعي فين غادي وعارف الصحافه اللي كان اللي كتقصدها اذا انت قدمتي الاستقاله ديالك من ديك الساعه ملي جينا من تونس بكل صراحه جيت طبت عطيني رانديفو مع الجنرال اللي هو حسين سليمان فعلا شفتو قلت له مون جنرال بان ما يمكن ليش نكمل في الوضعيه هذه وتنظن بان لا وسائل الاعلام ولا الراي العام ولا كيبان لهم انا هو المشكل يمكن صورينا هو المشكل هذا كيخصي وانا ما استطعتش باش ندوز الكاس العالم كنقدم استقالتي باش اللي والحمد لله راك انت كتعرف فرقه المنتخب كيفاش جيتو وكيف ولا لاباس كيخص الدم الجديد وتكون لا كونتينيتي ديال الخدمه والمنتخب يمشي بعيد قال لي بحال هكا تيكستو قال لي زكي تي فا فيت ما كيخصك تحس استقالتك كيخصك تبقى هادي 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 المهم يعني هو ما قبلهاش غايخليك هو ما قبلهاش قال لي انا عطاك اسبوع خمم وعاد عاد عاد رد عليا تروجور ابري كنسمع بان الجامعه قبل استقالتي انا بغيت غير ديك البكيه ديالك اللي بكيتي واللي كاينه الصور في تونس حيت كاينه واحد الصوره جد معبره فيها حسني بن سليمان كيشوف فيك وانت كتبكي شنو التاريخ ديك القصه ديك الصوره سيلا فينا هذاك لا شنو الظرف واش كتبكي لان اعداء النجاح قهروك لا لا سي با ديك الساعه كنخمم لا في اعداء النجاح لا ديك الساعه كنخمم لا ما كنخمم لا في بالعكس ديك الساعه راني نجح راني هيرو صافي هذه القصه الحقيقيه لا ديك الساعه راني هيرو حبابا احب وكريما كريم اللي كان عنده الشك راه كيشوف اليقين واليقين راه في الارقام ماشي في الهضره دونك بالنسبه لي انا كنت محروق على المغاربه اللي كنت باغي ندي معايا الكاس كان بامكاننا نجيبو اسمو نديرو الكاس ولكن كره القدم كانت راك بكيتي المغاربه كامل تعال بكيتي نرجع الميكرو تروطوار اللي ما عقبتيش عليه وقلتي واحد تيد هذاك رجاوي كنشوفوا التحامل الرجاوي عليك ما كيقول لك كيقول لك ابو قضيه ما يعرف بقضيه ابو شروه لان ملي مشينا الميكرو تروطوار كنسول شي واحد رجاوي لا هو ما دخلش اللعبه الرجاويين علاش ما عمر شي واحد مع شي نصراني او مع شي مدرب اجنبي الدواء على شي لاعب رجاوي او لاعب ودادي بانك خصو يجي او خصو يكون ما دخلتيش حتىك سمون شوا انا ابو سروان انا ابو سروان من غنعيط عليك خصو يكون واجد انا حاسبني على 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 الاهداف على 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 هذا هي واجد خصو يكون واجد في الفتره اللي غنعيط عليه دونك واجد شنو تكون مستعد واجد تكون مستعد لا ما فهمتيني يكون واجد كاين 50 لعاب 50 لعاب فيها ابو شروان انا غنعزل 22 هو يمكن في اللائحه تاعي يمكن هو 34 انا عيطت له مسير فواحد الوقت ومسير رجاوي طلب مني باش نكونفوكا ابو شروان هو ابو شروان بليسي كاين ساعة بليسي قلت له راه بليسي من بلوش يتكونفوكا قال لي لا لقاش خاصه واحد دو ماتش قلت له اسمح لي سيدي واش انا دابا هنا كناخب وطني عندي مسؤوليه ديال البلاد كامله كيخصني ندير هذا اللي خصو ماتش نكونفوكي هذا خصو ماتش نكونفوكي باش نتوما تبيعوه انا اللي كيستحق من غدا كاع ما تحتاج تقولها لي انت ما تحاسبش على ابو شروان لعب ولا ملعب او اكس او ايغريك انا غنحاسبني على حسب الاهداف اللي كاينه درت معاك كاس درت معاك كاس افريقيا تاهل ليها ديال تونس تاهلتي درت معاك في العقد عندي نوصلك المربع الذهبي هو الكاريدور وصلت لك لا فينال اكثر من داكشي جات عاوتاني الاقصائيات الثانيه باش تمد الكونترا ديالي درت معاك غادي ناهلك الكاس افريقيا ديال مصر اهلتك قبل الوقت 3 ماتش قبل ما كنسمعش حتى في ليستاسيون فيها زعما عاديه خفقت في كاس العالم ما تاهلناش والفريق الوحيد اللي ب 20 نقطه ما داش ب 20 نقطه عندنا ما داش فرق منتخبات اخرين دازوا ب 15 ب 14 ب 16 حنا ب 20 نقطه وما دزناش وما دزناش لاقاش ماشي الفرقه ما كانش عندنا لان حكام ما تحميناش وفي المباراه ديال كينيا عوض الجامعه تقوم بدوره ما قامش بدوره
لان كانت خايفه على الملف تاعها من من لا فيفا بالنسبه للكاس العالم ديال كاس العالم 10 هذا بالنسبه انا بالنسبه لي العمل تاعي ديال التيم درته دار واحد الصباح نوضنا من النعاس وانا كنشوف في واحد الخبر دايز كلوب مايوركا ينادي وي الحارس مرمى السابق يجدد ولا يقدم عقد للسيد زكي وما فهمتش واحد الصباح دارت هذه الهضره مني جابوا هذا الخبر لا كانت هذه كانت ودولتها وسائل الاعلام في وسط مايوركا نيت كانوا كيتسناو باش يمكن الفريق يتعاقد معايا لكن لي ظروف ما يمكنليش نذكرها ما كتبتش أجلتيها ولا صديتيها تأجل ما كان يمكن تكون مناسبة أخرى ما كان مع التسعة هذه مشاو لاتجاه أخر مشاو أخذ المدرب أخر وهني كان الاسم تاعي مطروح بقوة مشيو شربوا خيوة خيوة الأسامة اللي بغيت ما كانش انت غير اللي بغينا أنا ما عندي مشكل سي زكي اسمح لي الهضره ديال سي باصير على مصير اللاعبين المحترفين خلاتني نفكر في شي حاجه فعلا فين كيمشيو اللاعبين المحترفين انت تبارك الله جاتك النباهه والطموح ديالك خلاك تفكر باش تعمل تكوين اكاديمي وتولي مدرب شنو المصير اللاعبين المحترفين تنظن بان المغرب او الرياضه بصفه عامه كضعف هاد اللاعبين اللي دوزو محترفين واللي عندهم خبره واللي عندهم واحد التراكم ديال التجارب باش يمكن لهم يفيدوا سواء الرياضه في كره القدم او الاتليتيزم او التنس او 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 لهذا بالنسبه لي انا فاحتمل الجامعات لكن كنشوف مثال في دول اوروبا او في مصر تلقى حتى الجامعات مسيره ديزيك جوار اللي عندهم تجربه واللي يعني عندهم التوجه في الجامعات في الجامعات او حتى في أو حتى في الانديه هنا بالعكس كتلقى الا كان شي لاعب محترف كون راسه وعنده رغبه باش يمكن له يساعد ويدفع الرياضه بصفه عامه على حسب الاختصاص تاعو مزيد الالم كتلقاه يحارب اذا في رايك واش المشكل هو مشكل تسيير على مستوى عالي بمعنى انه هاد اللاعبين المحترفين هما طاقات خصنا نستعملوها في بلادنا باش تكون الناس وتعطي فرص الاطفال والشباب اليافعين اللي في المناطق النائيه غنجاوب باختصار مادام تنزولوا في الهوايه ملي كنقولوا الهوايه عدم قانون يعني ملي كيكون عندنا احتراف بالمعنى الكلمه فغلقوا مستمرين ملي غيجي مستمر غادي 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 يستثمر فلوسه في التنس في الفوتبول في الالعاب القوى من طبيعه الحال غادي يقلب على دوري الاختصاص دوري الاختصاص مهم عليها سواء في الفوتبول سواء في التنس سواء في الاتليتيزم سواء لهذا بالنسبه وهنا 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 في المغرب ما عمرنا غادي نلقاو مستثمرين مادام عندنا القانون ديال الهوايه علاش انت شخصيا ما فكرتيش تعمل مشروع ديال الكره مدرسه كره القدم مستوى عالي احترافي بالفلوس اكاديمي بالفلوس استثمر انت شكون غيكون احسن منك انت لا ما يعمل لنا بحال هذا المشروع ما غاديش يمكن له ينجح الا ما كانش تابع عنده واحد الفيلان مع 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 نادي أنا لا أنا مع الجميع لا ولا ما عنده لا ما خصو يكون نادي ماشي الجميع يعني واش مسألة ترخيص واش رخصة لا ما يمكنش أن أنت غدير إيكول دو فوتبول إيكول دو فوتبول دوك اللعابة اللي كيبدا لاج تاعهم من 8 سنين حتى ل 15 أو حتى ل 18 دونك هاد اللعابة هذا كيخصو يتدرب كيخصو هاد المسائل غادي تكون ولكن كيخصو يلعب دي ماتش باش يتكون إلا ما عندوش نادي اسمه الوداد أو الرجاء أو كود اللي غيكون داخل في الجدول ديال الجامعة غير كل ذاك اللعاب غادي يدير غادي اسمح لي غادي يمشي بعيد النادي الإطار ديالو القانوني هي جمعية كإطار قانوني يعني أي مواطن أو تخلق فريق يعني أي مواطن النادي من اللي عتخلق فريق نزيد مشينا غدا ناخد فريق ونكونوا بدي يطلع من تروازيام ديفيزيون واللي ما كاينش قانون اللي كيحميك أنا لكن قانون اللي كيحميني راه غدا ندير رئيس ديال الفرقة هنا في المغرب ونستثمر فلوسي عاود نستثمرها في حاجة أخرى وكما قلت وغنجيب اوتور ونجيب الناس اللي هما داو الاختصاص باش يمكن هاد العجله الظرف اتجاه اللي باغي انا وغادي نرجع للكلام تاعها ولكن في غياب قانون وكنزولوا في الهوايه من طبيعه الحال هنا اي رئيس كيدخل كيولي حد غير جنابه
هاد المنخرطين غادي يقلبوا غادي يفعل غادي يترك يخصو غي شكون اللي مسؤول على هذا القانون شكون اللي خصو يوضع القانون الوزاره ولا الجامعه شكون اللي خصو يضغط باش يطالب بهذا القانون السياسه ديال البلاد السياسه ديال البلاد لا بغا تكون الاحتراف بمعنى الكلمه غادي يكون احتراف العام كنقولوا الاحتراف غادي نبداو به ولكن حنا بدينا به وهي تكون خطوه اللي غتكون خطوه ايجابيه ولكن مازال فيها اخطاء كيخصها تصحح ولكن الحمد لله راه حنا بدينا مازال باقي بعاد يعني ولكن على الحمد لله راه بدينا بعدا بدينا بعدا واخا اسمح لي زربتي كنت كنصور تفضل سي زكي بغيت غير نقول لك تبارك الله عليك تبارك الله عليك على المستوى ديالك اللغوي والادبي عندك كيسحب لك راه كاين شي لان كتهضر بطلاقه والتواصلي كتواصلي حنا غادي نعملوا لك واحد مفاجاه تبعها ومن بعد نعلقوا لك نشرحوا لك الظروف ديالها سيداتي وسادتي نحن الآن أمام منزل البطل العالمي بدو الزكي أجيو معنا شكون هما هاد الناس هادو يمكن لك تقول للمشاهدين علاش انت هنا أنا هنا حيت أنا ما بيا ما عليا أنا الحاجة الوحيدة اللي في هاد الدنيا درتها هو أنني كنحماق على الزكي مشيت الملعب باش نصور معاه وما يفرجخوني وضربوني ودارش لي اليد انا واحد المعجبه بالزكي مات زعما فهمتي كنموت عليه ومن صغري وانا متبعاه فما كنزقل حتى شي ماتش تيرانات الحيحه فهمتي سيدا لا لا الله يخليك يمكن نعرفوا واش كديري انت هنا خلينا نرحم والديك ما فيا كاع انا نهضر الله يخليك الا ممكن تشوفي في الجمهور ديالنا اش من الجمهور اللي يخليك واش غندير نمثل احنا الان حدا الدار ديال البطل العالمي ايه عرفت انا حدا هذا السي الزاكي راه هو سبابي كنت جالسه ما بيا ما عليا في داري طلقني على راجلي وانا ما حبش لي وجه الا كنشوفو في التيران كنشوفو في التلفازه وكنصفق وكنقول على الحبيب ديالي وكتخرج لي عاديه صافي لا شمن الراجل طلقني نعم لا انت لا لا انا كنعيط لخالتي لا لا انا ماشي معاهم لا 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 راكي وي اذا معنا شكون غادي تكون ابنه خالد البطل العالمي بدو الزكي وي يمكن لك تقولنا شي شهاده على السي زكي ايوا زكي سي مون كوزان يعني ملي كنت انا صغيره كان كيعطيني لا بال وكيقول لي يلا اوبلا 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 كيفاش تعملي كيفاش هذا وكنا دائما كنمشيو لي فاكونس في البحر وداك الشيء غادي نرجعوا لك اذا عندنا عوده برنامج خاص مع سيده بنت خالد السي زكي نعم انا لا انت انا ماشي معاهم انت مع من لا هذا غير ولدي كيحمق عليه نعمل لنا والزكي يا بدو هاي 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 وصبري فتح الدو هاي هاي والزكي خرج لينا انا نورمالمون صحفيه في السياسه ولكن ملي عرفت راسي غنتلاقى مع السي زكي عملت انتقال ومشيت للقناه الرياضيه فانت طلقتي من الخدمه ديالك لا 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 واش اخويا حل المشكل رحم والديك كيجاوك المعجبات نو كومنت انا جاريتو كل اللي كتجي منها من الواقع مشاهدات حيه والوالده ديالك تبارك الله عليها عاودت لنا شي قصه بحال هذا النوع في الباب ديال داركم شنو دارو كيتعرموا لها في الدار وكتخرج كتقولوا والله ما كاينين بناتي غير سيروا ديالكم وما كاينسين لا نو كومنت صافي نو كومنت ما عندي ما كومنت زكي عندي واحد الهديه شكرا غنعطيك واحد الهديه باش تعطينا واحد الهديه نعطيك هاد الهديه باش تعطينا مقطع مقطع الهجوز واخا قلتي ما كنبغيش نلعب لا ما كانوش معنا ولكن عافاك ما غنطوش نضرب لا والو غادي نعلموك جبنا الاستاذ عيد بعدا مرخي انا لا هو قال حتى كيكونوا بنوا زكي شنو العلاقه ديالك مع الهجوز شنو العلاقه ديالي مع الموسيقى اللي كتعزف انا كنبغي الموسيقى الغناويه وكنعزف الهجوج ماشي شي نسمع سمعني كنعزف تقول هذا راه واعر داكشي باش كدندن شويه ما كنعرفش كدندن معنا الا كان شي غناوي حداه وكعرفت غناوي غير بحال تقول لك شكي خاطر ما كنعرفش كيعجبك الموسيقى الغناويه ياك ما مشيتي لنسوان وبديتي كتمشي للصويره مره لا من صغر من صغر من صغر
بغيت غير نطلب منك قبل ما تعطيك واحد بغيت نطلب منك واحد القصه زوينه عندك ملي جيتي كازا اول مره. شنو القصه ديالك مع الطوبيس والموتور؟ كنت غنقول مع الطوبيس. انا كنت ساكن في عين السبع عند خالي وقت كنشد الفان 3 باش نمشي للتدريب خصني نشد الفان 3 حتى للبلاص بيردا والبلاص بيردا كناخذ ترونتيه حتى حتى الابجيكو. وديما كنمشي واحد النهار واحد الوقت شراو لي موطور لان كنت كنتعطل بزاف وكنت كنشراو لي موطور باش نبدا باش نجيب كري. وانا ما كنعرفش كازا اش كندير. كنجي حدا الفان 3 كيديماري تنديماري كيوقف تنوقف حتى كيوصل للبلاص فيردي عاوتاني كنتسنى الترونتي يعني كنتبع الطوبيس حتى كيوصل للتيران. وليتي كتعطل كثر وليتي كتعطل كثر كيخصني نخرج بكري تنكرفس كثر. واحد الخطره كملنا راه طويله ما دوشت خرج ويشوفني واحد اللاعب قال لي كيفاش كتسنى؟ قلت له كنتسنى الطوبيس. قال لي كيفاش انت كتسنى الطوبيس؟ الموتور قلت له راه كاين هما كنتبع حتى كيوصلني. قال لي انا غادي توصلني وغادي نوريك كيفاش تمشي كيفاش تمشي وتوصل دغيا. فعلا ركبته ووصلته وقلت غادي تي شدها الطريق شدها الطريق غادي درت نهار عاد وصلت تلفت في الدار البيضاء ومن ثم عاوتاني رجعت للطوبيس نتبعو. باش نختموا الحوار ديالنا الشيق سي زكي عندي واحد المجموعه ديال الاسئله سريعه وبغينا الجواب حتى هو يكون سريع الا كان كلمه ولا جوج كلمات. الاسئله ديالي سميتها شنو هي الحاجه اللي كتعصبك؟ النفاق والكذوب. شنو هي الحاجه اللي كتفرحك؟ الاجتهادات والنجاح. شنو هي الحاجه اللي ندم عليها؟ ما كايناش الحمد لله ما كايناش الحمد لله. شنو هي الحاجه اللي كتفتخر بها؟ التربيه ديال ولادي. شنو هي الحاجه اللي كتحلم تحققها؟ ما تسوفليش نمشي للحج العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا عافاك غير دير لي خاطري ورجع رجع المنتخب هادشي اللي باغي نعرف ورجع لا انا راجع ان شاء الله بالشروط ديالي. شروط حنا غنقتلوا اللوبيين واللوبيات ما بقاش ناكل لوبيا. يلا وقفوا نصوروا باغي ترجع طبعا للمنتخب عشان مطلق